السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، صحة وسلامة يا ربي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كي كتشوفوا اليوم ان شاء الله جيت نصور لكم واحد المحل هنايا كيبيع العطور والزيوت الطبيعيه، كيعصرها على يدو املو. المهم انا غادي ندخل، بغيت نصور لكم ها التليفون ديالو، البرا ديالو متجر لبيع التوابل والأعشاب المنتجات التجميل الطبيعية من دي بلادي. هاي اللوغو ديالها، الله، من دي بلادي. كي كتشوفو جا هنايا اون فاس الكارفور، ها كارفور، الله كتشوفو، ها هو اون فاس لهنا حدا الجامع، حدا الجامع بالضبط. دابا كي كتشوفو انا غادي ندخل، بسم الله، الأعشاب على برا ها هما كيعصر، هانتوما هذا البخور، البخور عنده هنايا أشكال وأنواع ديال البخور، كيبانش، واش كيبانلكم ولا لا؟ هادو المبخرات من الفوق، البخور المبخرات هنا، وهنا العطور كيف كتشوفو، العربية كلها الفري عندو ما شاء الله، هذا عود مود، سفير الحب، العطور كاين ديال الشعر، كاين ديال الدات، كاين كاع العطور، انواع العطور اللي تبغيو، ما هي هادي بشحال هادي؟ ميتين وربعين درهم، ما هي زوينة، أميرة العرب اللي كنت درت لكم فيديو ديالها، أمير العرب موجودين عنده ها هما، ثم هذه جديدة، قيمة شحال كدير هادي؟ 150 هادي، شفتوها زوينة، 150 يارا، ها هي اللي كنقلب على يارا، أسد ها هما الأسد، الأسد كيطلبو بزاف الدراري، ها هي أسد شحال كدير؟ 170 درهم، ها هي اللي بغى الأسد كيقلبو عليها الناس بزاف، ها هي كاينة هنا 170 ياك، 170 درهم، شو هادي؟ شناهي؟ مهجة، هادي مهجة، شغف، هاهي، هادي ديال العود ياك؟ فنة، ما عود، أشكال أخرين، كاين بخور، كاين زيوت، كاين عود القماري، داك اللي كيعلقو في السنسلة كيديوه الدهيبي كيدير ليهم سمية ولا شي حاجة، كاين لكن كيعلقو غير هكا،
كاين ديال البخور ها هو. هنا الكريمات والزيوت والورد والشعر. كريم حليب المائز هو ديال الكوك. حليب الابل حتى هو كاين. كلشي والقماش كلشي كاين هنايا. هذا قماش حتى هو. الزيوت طبيعيه. هانتوما عاود شوفو هنا المسك. شتي المسك فين؟ شحال كيدير المسك هذا؟ قالي غالي فيهم ياك. هاد صغير 20 درهم. هذا ديال الوجه طالع عاود المسك. انواع ديال المسك الوان ديالو وعطير. شوفو من هنا هانتوما كاع انواع ديال الروايح والعطور والزيوت كاينين عندو ما شاء الله. وهنايا نجيو لهاد المحل هذا الثاني هو هذا هو المحل الثاني فين كيطحن. شوفو عندو العسل ما شاء الله. العسل الدغموس عسل الشوك انواع ديال العسل هنايا. العسل الفري الحرة 100%. هذا اش كيقولوا ليه سيت سميتو؟ حبوب اللقاح. حبوب اللقاح شحال كدير هذه؟ هذيك نص كيلو. صار 30 ألف كدير هادي 7000 ريال. شوفها أملو أنواع ديال أملو عندو 4 ديال الأشكال ديال أملو. والعسل الحر بطبيعة الحال حر 100%. والأعشاب هاهما الأعشاب هنايا. هنايا تحنا زنجلان كوك. الكوك تاعنا السميات كوك واحد بوحدو. كوك هنايا هنايا هذا الكوك اللي فيه الزيت باين زين الشمس. الزيت ديالي كيتسفى مازال. يعني واخا اري الزاد رقيتي تيلي مكن داكشي ياك ولا سميتو داكشي يعني ضروري الصفاية باش يزغر الزيت وحده اللي كتخفي ما شاء الله. كي كتشوفوا هذا هو المحل وريتكم هنايا لوغه كبيره مازال. اللي بغى شي حاجه اللي عجباتو شي حاجه يجي المحل كي وريتكم ولا يتواصل معايا في الانستغرام. يعني كل عنده كل شيء داكشي اللي كيتمناه ولا كتطلبوا اي مراه ولا اي رجل راه كاين عنده الروايح الزيوت معطر الجو
الحطه ديال الدات ديال الشعر، البخور، البخرات، كلشي كلشي كاين تبارك الله ما شاء الله. ها انتما وكما قلت لكم كيطحن الزيت في البلاصه كتشوفوها بعينيكم. واملوا ربعه الاشكال ديال املو اللي عمرها ما كانت في شي بلاصه، هذه ربعه الاشكال ديال املو. كنعرفوا املو غير بلوز وارغان، هو لا عنده ربعه الاشكال زوينين اللي تبغيتوها ان شاء الله. المحل وريتو لكم بلدي بلادي، جيت كارفور. يلا خليت لكم الراحه، والى الملتقى ان شاء الله، فيديو جديد ان شاء الله يا ربي.